في شي حدا فيكم بيعرف اسمه لهالدكتور الجديد المختص؟ شو نحن بدنا نناسبه؟ كل شي بنعرفه عنه انه هو دكتور مختص. طالما ابو نجيب معه وعرف انه ما حد راح يسترجي يقرب عليه، شو بدنا؟ لكن نحن ما لنا خايفين من قطاع الطرق، خايفين بديع يكون صاير له شي. العمى على هالقصة العمى، يتصلوا بهاني مشان هاني تطمنا. بجوز بهاني فاصل التليفون. صفي معناك يفوت اتسطح شوي على السريرات. لك طول عمرك بتقول تلت، ما اجى على بالك تقول السرير الا وقت صرت تقرض. نعسان وما عم بقدر ركز ولا شيء عم يزعني. نعسان فوت نام جوا بغرفتك. ما بقدر نام على الارض، الارض كثير قاسيه علي. مرحبا. اهلين ابو نجيب. طمنا ابو نجيب، شلونه بدي؟ الدكتور هو شاف التحاليل جن جنونه ودغري بعته على المستشفى. ايه وشو صار؟ ايه طلع معه شي 20 مرض، بس اطمنوا رح يرجع ويكاله مثل ما كان واحسن. ظهري ابو نجيب، حاسين بتمك حكي، بدي يصير له شي؟ استقصدوا له الزايده. هلا عمليه الزايده محرزه كل هالهيصه. ايه طولي بالك مدام بوران، عم حاول اتذكرهم بالدور. شو هن؟ كل الشغلات اللي استأصلوا له اياها، الزايده، الطحال، المراره، اللوزات، الاعور، كل الشغلات اللي بيمشي الحال بلاها. لك خلينا نروح لعنده على المستشفى بسرعه. ما في داعي لسه بغرفه العمليات. لا لا ما خلصت العمليه. خلصت، بس خلوا له بطنه مفتوح لحتى تدفعوا لنا اجار العمليه. قديش؟ 100,000. قولي 100,000 منين بدنا نجيب نحن 100,000؟ كان بالاول بده 250,000، بس بعد علاج طويل من ابو نجيب على خود وجيب خود وجيب نزلته من 250,000 لل 100,000، وحلف لي 1000 حلفان على انه ما ربح ولا فرنك براس ماله. واذا ما دفعت شو حيصير؟ هددني وقال لي رح خلي بطنه مفتوح. وعي لعب باجار العمليه رح كفي استقصاب. ممكن ابو نجيب شو صار لهم؟ شو صار لهم؟ سوالهم جلطات بالجمله. شوف روح خبر الاسعاف فورا لحتى صفهم بالدور. ولا هاني روح لعند المخرج وقل له سيره المستشفيات مثل سيره الحياه، ما بتخلص معنا للصبح، خلينا ننزل الشارع. مخرج؟ مخرجنا ابو رشا، نزل الشارع والحانه على المستشفى، لانه انا هاني مو حي الله.